بيروح فيتامين دي معدي السلم بريد بتاع خليه الانتستين وداخل جواه يخش جوه الخليه ادي الكالسيوم ايون. اول ما يدخل فيتامين دي اللي هو الكالسيوم ايون جوه خليه الانتستين يلاقي في السيتوبلازم في ريسبتور مستنيه يلاقي في مستقبل واقف عشان ادي الريسبتور يروح جاي الكالسيوم ايون ماسك فيه ويكون كومبلكس مركب من الريسبتور والكالسيوم ايون. بعد كده الكومبلكس ده بيعدي ويخش جوه النيوكليس يخش جوه النواه يلاقي شريط الدي ان ايه. شريط الدي ان ايه عباره عن اجزاء صغيره كل جزء بنسميه جين. هتلاقي مثلا الجين ده لو اتركب بيطلع هرمون انسولين على سبيل المثال شال الشفره بتاعت الانسولين اللي فوق ده شال الشفره بتاع انزيم الاميليز مثلا اللي فوق شال الشفره الوصيه المسؤوله عن لون العين مثلا وهكذا. جينات كتير قوي موجوده في الدي ان ايه. اول ما يدخل الكالسيوم ترايون هو ماسك في الريسبتور بيصحى مع بعض بيخش ويسيب الدي ان ايه كله ويمسك على حته هنا كده هنعرف تركيبها وتفاصيلها قدام في الموليكولار بايولوجي. الحته دي موجوده عند راس الجين ده اللي انا بديله معلومه. هو ايه الجين ده؟ الجين ده شايل الشفره الوراثيه بتاع البروتين اسمه كالسيوم بايندنج بروتين. يعني البروتين اللي بيمسك في مين؟ في الكالسيوم. يعني الجين ده لو انا ترجمته هصنع كالسيوم بايندنج بروتين. الجين ده قاعد مش شغال او بيشتغل بس بطريقه مش كبيره. مين اللي بيحفزه؟ فيتامين دي. فيتامين دي لما يخش زي ما قلنا يمسك في ريسبتور ويعدي جوه النيوكلاس ويجي على حته هنا فوق الجين ده على طول هناخدها قدام اسمها انهانسر. اسمها انهانسر لانها بتعمل انهانسمنت يعني بتزود تصنيع الجين ده عشان كده بيسموها انهانسر. بيروح جاي داخل وماسك في الحته دي قال الريسبتور اهو وادي الكالسيوم ماسك فيه ادي الكومبليكس بتاعه دخل جوه النيوكلاس ولما دخل جوه النيوكلاس راح ماسك في الحته اللي عند راس الجين ده ومسك فيه. اول ما مسك فيها اتفقنا مع بعض الحته دي بنسميها الهانسر يعني محفز. اول ما بيمسك فيها تروح محفزها الترجمه بتاعه الجين ده. طبعا الخطوات بتاعت تصنيع اي بروتين على الدي ان ايه لحد ما ناخدها بالتفصيل نتكلم بس على الذاكره بتاعتكم في الثانويه العامه كده. كنا بنقول ان الجين ده عباره عن حته دي ان ايه صح؟ علشان اترجمها واصنع البروتين بتاعها كنا اول حاجه بناخد نسخه منها كنا بنسميها ام ار ان ايه. والام ار ان ايه ده كان يروح سايب النيوكلاس وخايف فين؟ السيتوبلازم. يلاقي مين واقف مستنيه؟ الرايبوسوم. جميل. اول ما بيخش جوه الريبوسوم هترجمه بطريقه معينه الى بروتين الى مجموعه امينو اسيد ماسكه ببعض فيتصنع البروتين اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو الكالسيوم بايندنج بروتين. بس مين اللي حفز تصنيعه؟ فيتامين دي. كالسيوم بايندنج بروتين يروح على السيرفس بتاع الخليه خليه الانتستين يشوف الكالسيوم نازل في الاكل يصطاده ويدخله جوه الخليه ويعملوا عمليه ابزوربشن. نفس الميكانيزم ده بيتكرر بس في رينال تيوبيول ويجي الكالسيوم بايندنج بروتين يقعد على رينال تيوبيول كده شايف اليورين نازل وفي مين نازل معاه؟ كالسيوم. ياخد الكالسيوم يرجعه تاني في الدم ويعمل له عمليه دي ابزوربشن. يبقى الميكانيزم اوف اكشن بتاع فيتامين دي في ان هو بيزود امتصاص الكالسيوم سواء من الكدني او من الانتستين بيعتمد على حاجه واحده وهي تصنيع الكالسيوم بايندنج بروتين. اللي بيتصنع ازاي؟ زيه زي اي بروتين في الجسم، اي انزيم على فكره لان طبعا اول انزيمز ار بروتين النشر. اي انزيم اي بروتين في الجسم علشان يتصنع بيتصنع بطريقه مفيش طريقه تانيه لتصنيع البروتين، خلاص؟ يروح جاي كالسيوم ترايون وفيتامين دي معدي السيل ممبرين داخل جوه السيتوبلازم يلاقي ريسبتور مستنيه يروح ماسك فيه ويعمل حاجه اسمها فيتامين دي ريسبتور كومبلكس. الكومبلكس ده يروح معدي جوه النيوكلاس يلاقي شريط الدي ان ايه الطويل يسيب الدي ان ايه كله ويروح رايح عند حته هيتطابق معاه. الحته دي موجوده عند راس جين معين. انهي جين؟ ده الجين اللي لما بيترجم
بيديني كالسيوم بايندنج بروتين. اول ما فيتامين دي والريسبتور بتاعه يمسكه في الحته اللي عند راس الجين ده يروح محفز الترجمه بتاعه، فيتاخد منه نسخه اسمها الام ار ان اي اللي تخرج من النيوكلاس للسيتوبلازم تحصل لها ترانسليشن او ترجمه جوه الريبوسوم وتتحول الى البروتين اللي بنتكلم عنه اللي هو الكالسيوم بايندنج بروتين، اللي يبدا ياخد الكالسيوم ويدخله جوه في الدم. المحصله النهائيه بتاعتنا انا عملت امتصاص للكالسيوم من الامعاء صح؟ وعملت ري ابزوربشن للكالسيوم من الجبن. فالليفل بتاع الكالسيوم المفروض ان هو بيعلى علشان خاطر ناخده ونوديه بعد كده على البون ونحطه ونرصبه على البون. بس قال الكلام ده في الجرعات الطبيعيه بتاعت فيتامين دي. لكن فيتامين دي لما بيزيد هيزود الابزوربشن سليم. هيزود الكالسيوم مظبوط. قال لك بس فيتامين دي باللارج دوز لو الاثنين الحاجه غريبه. ما بيرصبش الكالسيوم على البون، ده بيعمل العكس، بيعمل ديمينراليزيشن، بيشيل الكالسيوم من على العظم عشان بيروح يوديه في اماكن ثانيه لما جرعته بتزيد زي ما نقول في اخر الحصه. طيب فيتامين دي بعد ما عرفنا الوظائف بتاعته نقدر نستنتج مع بعض لو نقص ايه اللي ممكن يظهر على عيان. واحد ما عندوش فيتامين دي، نتكلم مع بعض لو كان طفل صغير ونتكلم مع بعض لو كان شخص كبير، لو كان شخص كبير القصه خلصانه. الشخص الكبير ده خلاص ده وصل لمرحله النمو بتاعته الكامله مش هيطول اكتر من كده بوصل للطول الطبيعي بتاعه ما عادش بياخد فيتامين دي او نقص عنده فيتامين دي. هيجي مرض اسمه اوستيوماليشيا يعني نيل العظام. ايه نيل العظام؟ البون زي ما انتم عارفين وزي ما خدنا مثلا في شابتر البروتين في بروتينات كتير صح؟ وفي كولاجين فايبر وفي كولاجين فيتش وفي حاجات كتير قوي بتبوظ. ومع الكلام ده كله في كالسيوم. كالسيوم هو اللي بيديه شكل وبيديه صرامة. فاحنا بنقول دلوقتي شخص عنده نقص فيتامين دي. هل الكالسيوم هيحصل له ابزوربشن بصوره طبيعيه؟ لا، فيتامين دي مش موجود يعني الكاريير ده مش هيتصنع يعني الكالسيوم مش هيحصل له امتصاص من الامعاء، ده مش كده وبس. ده لما يجي الكالسيوم ينزل في اليورين هيلاقي فيه كاريير ياخده ويرجعه تاني في الدم؟ لا، فينزل فين الكالسيوم؟ في اليورين. يبقى انت ما استمتصتش كالسيوم من الاكل وحتى الكالسيوم اللي في جسمك عمال ينزل فين؟ في اليورين. طب المحصله النهائيه الكالسيوم ده في الدم هيحصل له ايه؟ ديجريز. طب لما ينقص نسبه الكالسيوم في الدم مين الهرمون اللي مسؤول عن تنظيم الكالسيوم؟ واللي هيطلع اول ما تحس بالكالسيوم ده؟ الباراثايرويد هرمون. كلنا عارفين ان في غده اسمها الثيرويد جلاند وغده الدرقيه تطلع هرمون الثيروس. تحت منها في اربع غدد صغيره اللي بيسموهم بالعربي غدد الدار الدرقيه اللي هي البارا ثيرويد هرمون. بارا ثيرويد جلاند الغده الدار الدرقيه دي بتطلع هرمون اسمه بارا ثيرويد هرمون. اختصاره كده بي دي اتش بارا ثيرويد هرمون. فلما واحد ما بياخدش فيتامين دي والكالسيوم في الدم عنده يبدا يقل اوتوماتيك على طول الباراثيرويد جلاند يحصل لها ستيميليشن وتروح مطلعه الهرمون بتاعها اللي هو باراثيرويد هرمون. الهرمون ده هدفه الاول والاخير انه يظبط نسبه الكالسيوم في الدم. هو شايف الكالسيوم قليل فهو عاوز يعليه. مين اكتر مكان عنده مليان كالسيوم؟ العظم. يروح ياخد الكالسيوم من العظم علشان نرميه في الدم. يعني بيعمل سي مينراليزيشن في البول، ياخد الكالسيوم من البول ويرميه في الدم. طب كده البول هيبقى ضعيف ولا هيبقى قوي؟ هيبقى بول ضعيف. بس هل ده هيأثر على الطول بتاع الشخص؟ لا، هو خلاص وصل لمرحلة النمو بتاعه، القصة كلها إن البول بتاعه الكالسيوم اللي فيه عمال يتاهل، فهيبقى عظمه ضعيف. يبقى يتكسر بسهولة ولا بصعوبة؟ يبقى أول عرض هيبان على الشخص ده هو إن هيبقى فيه فراكشر، بون فراكشر، كسر في العظم. البون هيبقى ضعيف، الكالسيوم هيبقى عمال يتاخد منه، هيبقى فيه فراكشرابيلتي هتزيد، قصور هتبقى احتماليتها أكتر، وبالذات عظمة الحوض. لأن عظمة الحوض اللي هي البلف البون جسمه كله بيحمل عليها
والعظمتين الاثنين بتوع الرجلين الفيمر بيبقوا عاملين عليها كومبريشن من بره، فاقدر عظمه عرضه مع اي خط ان هي هتتكسر هي الفيلد بول بتاعه الشخص ده. اما الطفل الصغير فمشكلته ان الطفل ده لسه بيكبر، لسه في مرحله النمو. العظم علشان يتكون محتاج بروتين، محتاج كوليسترول، محتاج حاجات كتير ومحتاج كمان كالسيوم، صح؟ هل الحاجات الثانيه دي فيها نقص عند الطفل؟ لا، يعني الطفل البروتين اللي عنده كويس، كونكتيف تيشو كويس، كولاجين فايبر كويس، فهيعرف يبني بول؟ اه، الهيكل بتاع العظم هيعرف يبنيه، بس مفيش كالسيوم بيتحط على العظم، يبقى هيبقى في بول بيطول بس بول ضعيف. مع وزن الطفل ساعتها البول لما يجي يطلع هيطلع عدل طبيعي ولا ممكن يطلع مقوس؟ ليه؟ نتيجة وزن الطفل عليه. نتخيل مع بعض نشوف الاعراض اللي تبقى باينه على الطفل ده ايه؟ هو ده اللي بيسموه ريكتس او ارتفاع. اول حاجه لما تيجي تبص على الهيد بتاع الطفل ده هتلاقي راسه البوم بتاعها عمال يكبر بس مفيش كالسيوم بيتوصل فيه. لما تيجي تبص تلاقي راس العين شكلها بوكس سكال عامله زي الصندوق، راس كبيره عطار من جوه متوفر لان مفيش كالسيوم، هي كل اللي فيها شويه بروتين وخلاص. وفي نفس الوقت السوتشرز اللي هتبقى موجوده في السكال دي تفضل موجوده وهتبقى المسافات ما بينها اوسع شويه. مش كده وبس، الطفل الصغير بيكون عنده حتتين اتنين في دماغه اللي بنسميهم فونتانيلا، حطوهم في الامبريولوجي، حته رطاريه كده في راس العين من قدام ومن ورا. الاجزاء دي بيسموها فونتانيل. المفروض ان بعد ما الطفل بيتولد الفونتانيلز دي بتلم وتتحول بعد كده لبول. الطفل ده اصلا ما عندوش كالسيوم، يبقى هيحصل الكروجر في الفونتانيلز بتاعته هيبقى ايه؟ هيبقى ديلي، هيتاخر. الطفل ده في المشي بتاعه هيبقى برضه متاخر ديلي دول. عشان يطلع سنان ايربشن وفتيس، خروج السنان هيبقى ديلي، ديلي ايربشن وفتيس. الطفل ده الشيست بتاعه هيبقى بايكون شيست، يعني عامل زي سن الحمام. شوف سن الحمام يبقى طالع لقدام ازاي؟ هيبقى بايكون شيست. طب ايه السبب؟ الطفل الصغير لما بيجي يسحب بيبقى دراعه ده ضاغط على الشيست من الناحيه دي، والدراع ده ضاغط على الشيست من الناحيه الثانيه، الاثنين قافلين عليه في نفس الوقت. هل العظم بتاعه قوي ولا العظم بتاعه ضعيف؟ فحاجه عامله كومبريشن من الناحيه دي وحاجه عامله كومبريشن او ضغط من الناحيه الثانيه، فتلاقي الصدر وهو بيكبر بيكبر لقدام. بص تلاقيه عامل بروز لقدام كده، اللي بيسموه بايكون شيست. طب من ناحيه ثانيه الطفل ده برضه عمال بيسحب وايديه عماله تضغط على الشيست من اليمين وعلى الشيست من الشمال. المفروض ان دي الاسترنا وبيبقى خارج منها الريبس بالمنظر ده كده. أول جزء في الرمس بيكون كوستا الخرق والباقي بيكون عظم. والمفروض إن المنشأ بتاع العظم ده اللي بيخليه يطول بيبقى خارج منين أصلاً؟ كوستا الخرق الجداد، يتحول لبول ويرمي بعد كده، يتحول لبول ويطول في الرمس. طب واحد دلوقتي عامل كومبريشن على الشيست من الناحية اليمين وعامل كومبريشن من الناحية الشمال، يعني آدي دراعه، آدي عظمة اليوم أهي عاملة كومبريشن الناحيات. فيجي الكوستال كارتلج ده يرمي بول عشان يطول بيه رتم الناحيه دي، يلاقي مين ضغط عليه؟ عظمة الهيومر، صح؟ هل البول لما يترمي كده هيعرف يمشي ولا في حاجه عنده ضغط كومبريشن فتبدا يتراكم هنا؟ عند مكان الاتصال ما بين الكارتلج وما بين البول. تبص تلاقي صدر الطفل ده مكان الاتصال ما بين الكارتلج والبول بقى فيه بروز هارده كده بيسموها روزري بيتس، يعني حاجة عاملة زي حبات السمحة. تحس سن الطفل ده فعلا لو رحت قسم الأطفال هناك ممكن تشوف الكارتة كله، في حاجة كده كانت ستين هناك. تحس على سن الطفل كده بص تلاقي في كل الطبوع بتاعته في بروز كده تحت الجلد محسوسة. موجودة عند الجنكشن أو الاتصال ما بين كوستا الكارتريج وما بين البول بتاع الضلع وما بين البلبس أو الحوض. بص تلاقي البلبس يبقى كونتراكتد، يعني ايه كونتراكتد؟ يعني مضموم ملموم. برضه لما الطفل يكون صغير
عظمه الحوض المفروض ان النمو الطبيعي بتاعها يطلع لبره، تكبر لبره، بس رجلين الطفل ضغط على الحوض من الناحيه اليمين وضغط على الحوض برضه من الناحيه الشمال، فتوقع ان عظم الحوض نفسه يبقى مفرود ولا ليه كونتراكتد ومنمومة؟ كان ليه كونتراكتد. اما بالنسبه لرجلين الطفل فده هنتوقف على حسب مشيته. في عيل ابن ناس تلاقيه ماشي ضم رجليه، في عيل التاني يحب يمشي كده، يمشي الفرق كل واحد وماشي. والله لو الطفل ماشي وضم رجليه ساعتها وزن الجسم هيبقى ضغط على السن صح؟ تبص تلاقيه مع المشي فتره فتره تبص تلاقي رجله توصل لبره كده. اما لو هو ماشي وفتح رجليه مع ضغط الجسم واحده واحده تبص تلاقي رجليه تالت لمين؟ تالت لجوه. يبقى شكل الرجلين هيبقى مقارب بس الطريقه الاثنين تتوقف على مشي الطفل. لو ماشي لابس رجليه زي ما اتفقنا هيبقى داو لينك يعني عامل كده. اما لو ماشي ورجليه بعيد عن بعض قلنا ساعتها هيبقى نوك ني، يعني هيبقى في انتصاق في الركب بتاعته، يبقى رجليه بالمنظر ده كده ماشي. دي اسمها نوك ني، اما دي اسمها داو لينك. في المقابل في نقص في امتصاص الكالسيوم من الامعاء ونقص في الابزوربشن بتاع الكالسيوم في الكيدني فبينزل في اليورين. المحصله النهائيه للكالسيوم والفوسفورس في الدم هتزيد ولا هتقل؟ هتقل، انا عمال افقده ومفيش امتصاص له. من ناحيه ثانيه هيزيد انزيم اسمه الكراين فوسفاتيز انزايم. ايه قصه الكراين فوسفاتيز؟ بصوا يا جماعه، الكراين فوسفاتيز مبدئيا هو انزيم المفروض ان انا ما الاقيهوش في الدم. لو لقيته هلاقي التركيزات قليله. لان الانزيم ده شغله جوه الخليه. بس في نوعين اتنين من الخلايا، يا اما خلايا البول يا اما خلايا الليفر، دول المكانين اللي فيهم القرين فوسفاتيز. احنا بنستخدم القرين فوسفاتيز عشان نشخص بيه حالات. بمعنى ركزوا كده معايا، لما اقول لحضراتكم انا عارف ان خلايا البول اهي جواها القرين فوسفاتيز، وعارف ان خلايا الليفر جواها القرين فوسفاتيز، جه واحد جرى له اي ديزيز في البول، اي مشكله في العظم زي الريكتس مثلا او زي الاوستيومانيشيا او جاله فراكشر في البول كسر. ايه اللي حصل في الخلايا دي؟ بتموت. طب لما الخليه بتموت بتتحلل وترمي محتوياتها في الدم. هتيجي تبص على القرين فوسفاتيز تلاقيه عالي شويه. تعالى على خلايا الليفر. خلايا الليفر لو ماتت تتحلل والسلم البريم بتاعها يتحدد وترمي الالكالين فوسفاتيز اللي في الدم. نبص ده الالكالين فوسفاتيز بيعلى لما خلايا الليفر بتموت، وبالذات مع الناس اللي عندهم انسداد في القناه المراريه. اشمعنى؟ احنا قلنا الليفر شكله كده. وان المرارة فاتحه مع البنكرياس بتصنع عصب. واحد عنده حصوات في المرارة جت الحصوه دي راحت نازله وسدت القناه المراريه. هي المرارة بتنزل فايف. صح؟ الملح الصفراء فايف صوت. اللي قلنا انها بتدوب بالدهون وبتاكلها. لو جت ستون او حصر قتلت السكه هنا والبايل ما عرفش ينزل بيرد تاني على الليفر سيل بياكل خلايا الليفر. دي اكتر حاجه اتعملت القرايه الفوسفاتيه. يجي البايل ياكل في خلايا الليفر ويحدد السلم البريم بتاعها زي ما احنا بنقول. فالخلايا تروح راميه اللي جواها في الدم، مين اللي جواها؟ القرايه الفوسفاتيه. طيب عندي القرايه الفوسفاتيه لقيته عالي في الدم اوتوماتيك من نفسك تدور في حاجتين اتنين، يا مشكله في الليفر يا مشكله في البول. لان الشخص ده البول بتاعه سليم ما عندوش اي مشكله اجري دور على طول على مين؟ على الليفر. جبنا عيان مريض كبد او مش مريض كبد ولقيت صفره العيان عاليه، اطلب مع التحليل القرين فوسفاتيز. اشمعنى؟ ممكن يكون العيان صفرته عاليه لان اصلا عنده مشاكل في الكبد، او ممكن يكون الصفرة عالية لأن عنده الأر بي سيز بتتكسر لأي سبب، الأر بي سيز بتتكسر بتدي له هو السبب اللون أصفر. أو ممكن يكون سبب الصفرة اللي عالية عنده إن في انسداد فين؟ في القناة المرارية. لقيت عيان مسبر وما أنتش عارف سبب الصفرة اللي عنده إيه؟ اطلب الأنتيرين فوسفاتيز. لو لقيته عالي تتأكد على طول إن ده عنده إيه؟ انسداد في القناة المرارية،
في عصر النصر وانت محتاج ان انت تشيل الحصوه دي اللي عندك. احنا دلوقتي بنتكلم في الاعراض بتاع فيتامين دي، قلنا لما بينقص بلتشيلدرن هيعمل لنا ريكت وشفنا اعراضه، وفي الاضف قلنا هيعمل لنا اوستر. الناس بدات تتكلم يعني معنى كان الناس فاهمه. طيب بصوا عليا بصوا عليا بنود الله عشان ما نسيبش اتمشى ونروح واحد واحد. خلاص بنتكلم في فيتامين دي. الناس اللي بتتكلم ايه؟ نتكلم في فيتامين دي. اتكلمنا في حاجتين، لما بينقص الاعراض اللي بتبان الوظائف بتاعته والميكانيزم بتاعه. ناخده في حاجه حاجه كده بسرعه. بالنسبه للميكانيزم بتاعه هو له ثلاث وظائف مهمين. اول وظيفه بيساعد ابزور شرب كانسر منين؟ من الجسم. الصوت لو سمحت. ثاني وظيفه ليه ابزور منين؟ من الجسم. بعد ما بيزود الكالسيوم في الدم يروح يوديه للبول. عشان يعمل القصه دي في ميكانيزم معين له. الكالسيترايون اللي هو الالف فور من فيتامين دي عشان يشتغل لازم يعدي السلم برين، بيخش يلاقي السيتوبلازم واقف مستنيه ريسبتور، يمسك الكالسيترايون فيه ويعدي من السيتوبلازم ويخش جوه النيوكلاس، بيمسك في حته على الدي ان ايه موجوده عند راس الجين. الجين ده لما بيتركز هيطلع لنا بروتين اسمه ايه؟ كالسيوم بايندز بروتين. الكالسيوم ده ياخد الكالسيوم من تجويف الانتستين يعمل له ابزوربشن، او ياخده وهو نازل في اليورين ويعمل له ري ابزوربشن. بعد ما بندخل الكالسيوم بنقصبه على البول ونعمل مينراليزيشن اوف بول. لما بينقص فيتامين دي مش هيبقى فيه امتصاص للكالسيوم من الامعاء ولا في ري ابزوربشن للكالسيوم من الكدم، فنسبه الكالسيوم في الدم يحصل لها ايه؟ تقل. مين الهرمون اللي هيخرج مع نقص الكالسيوم؟ البرس هرمون. يخرج البرس هرمون عشان يظبط نسبه الكالسيوم في الدم، فياخد الكالسيوم منين؟ من العظم. لو شخص عضل يجي له مرض اسمه اوستيوميليشن، اما لو طفل صغير يجي له مرض اسمه ريكتس. الريكتس هياثر على الهيب ويخلي السكال الابوكس سكال مع ديلي كلوجر وفونتانيه. مع الشيست هيبقى الصدر عامل زي صدر الحمام، قلنا بايكون شيست مع وجود روزري بيتس. البيمبس بتاعه هيبقى كونتراكتد بيمبس. اللبس بتاعه يا اما باوليد يا اما نخلي. نسبه الكالسيوم طبعا والفوسفورس هتقل، وفي النهايه انزيم الالزايم فوسفاتيز هيزيد. عشان اعرف الشخص ده هنديله فيتامين دي 3 اللي هو كولي كالسيفيرول. اشمعنى؟ كولي كالسيفيرول عيان بياخده صاب امتصاص يروح رايح بعد كده في الليفر ياخد ويتش زي ما اتفقنا، ويروح على الكيد ياخد كمان ويتش يتحول الى كالسيترايول ويبدا يشتغل. لان ان في بعض الاطفال اللي عندهم الريجلز ده تسمع بعض من المعلومه دي نديهم فيتامين دي 3 اللي هو كولي كالسيفيرول العيان ما بيتكلمش. استنى العيان يتحسن الاعراض تبدا تتظبط شويه مفيش فايده. بصوا شويه في العيان دول، دول ما بيخفوش ليه؟ ما انا مدي العيان فيتامين دي 3. لما هم يدوروا على الطفل ده لقوا ان الطفل ده عنده مشكله في ايه؟ في الكبد. الاطفال المولودين عندهم مشاكل في الكبد او فشل كلوي، الكبد مش قادره تحط ويتش على فيتامين دي 3 فمش عارفه تنشره، فمفيش كالسيفايرول. انا بدي الطفل فيتامين دي 3 ويروح ياخد اوتش في الليبر عند 25 بس يروح للكيدني عشان ياخد الاوتش الثانيه ويتنشط يلاقي الكيدني مالها بايظ. الطفل ده علاجه الوحيد انك تديله مين بقى؟ كالسيترايون. هديله فيتامين دي في الاكتف فور. السؤال الطبيعي اللي انت تساله، طب انا ليه مع كل العيانين اللي عندهم ريكتس او عندهم نقص فيتامين دي ما اديش الكالسيترايون على طول؟ سواء طلع كده او كده، ليه ببدا الاول بكل كالسيفيرول ويستجيب يا ما يستجيبش؟ عشان الكالسيترايون ده غالي. لان بتاعه تقريبا من 230 250 حاجه زي كده. اما الكولي كالسيفيرول بنوع ماشي؟ فطبعا فرق الزمن معاك. فانت بتبدا بالكولي كالسيفيرول تديه العيان عشان ببلاش. العيان استجاب خير وبركه، ما استجابش هتضطر اسفا ان انت تدي للمريض الكالسيترايون اللي هو الاكتف فورم فيتامين دي. والمرض ده بقى ساعتها بيسموه
ريكتس بس سببه مين؟ كده بيسموه رينا ريكتس او بيسموه رينا اوستيو ديستروفي. طيب مين الناس اللي ات ريسك فور فيتامين دي ديفيشنس؟ مين الناس اللي برضه اكتر ان يجي لهم نقص فيتامين دي؟ ايه رايكم؟ الاطفال الأطفال فما فيش قوة بتصحى الفترة دي علشان كده معظم الأطفال بيبقى عندهم نقص فيتامين دي. فطبعاً دلوقتي كل الأمهات يدوا الأطفال فيتامين دي على طول التلفزيون جاي عشان يعرفوا الفترة بتاعت الفترة فيتامين دي ماشي. كل ده بيبقى الأطفال دلوقتي أي طفل رايح لازم يديله الفيه دروب اللي هو فيتامين دي. طيب مين تاني برضه؟ دول اللي طيب نفس الفكره اللي جلده متغطي او اللي عنده ميلانين كتير سببت الميلانين ماشي. مثلا كل ما الواحد يتمه كل ما الميلانين يكتر كل ما الميلانين بيحبط اشعه الشمس الالترافايولت تمام. الام اللي بتعتمد في الطفل على الرضاعه بس وما بتديلوش اي مصدر ثاني، احنا اتفقنا ان الميلك بور ولا جود سورس من فيتامين دي؟ بور سورس وعملنا عليها دايره المره اللي فاتت صح. فالام اللي بتعتمد في الرضاعه بس تقول لك ده اللبن ده هو فيه كل حاجه، هو في كل حاجه بس المفروض بعد 6 شهور من وقت الطفل تبدا تدخل حاجات ثانيه زي الميلك عشان تعوض نقص فيتامين دي اللي موجود فيه اللي موجود في اللبن. ممكن ما تكونش المشكله كلها في السكت ولا كامل الدور ده، ممكن تكون المشكله في عمليه الامتصاص. فيتامين دي اللي احنا بنديه للشخص او لما انت بتاخده في الاكل ما بيحصلوش اصلا امتصاص من الانتزام. اشمعنى؟ مع الالدار مع الناس العواجيز لما الواحد بيعجز خلايا الانتستين بتتعب، كفاءه الجسم كله بصفه عامه الواحد بيعجز 70 سنه وانت عايز كفاءته وانت عندك 20 سنه الخلايا كلها بتبدا فعلا يحصل لها اجهاد وبتبدا تتعب. فعمليه الابزوربشن او الامتصاص مع الناس الاولد ايج ازاي بتبدا مع الناس الصغيره؟ او واحد عنده مرض في الامعاء عامل له نقص في الابزوربشن اللي بيسموهم نون ابزوربشن سندروم. ابزوربشن يعني امتصاص صح؟ نون دي يعني مفيش امتصاص. هو في امراض مبقاش فيها امتصاص الفيتامين دي او غيره، في امراض كتير زي عندكم امثله كانت حاجه اسمها انفلاماتوري بول ديزيز. ديزيز يعني مرض. بول اللي هي الامعاء. انفلاماتوري جاي من انفلاميشن يعني التهاب. في كذا مرض هتاخدوه ان شاء الله في البطن باذن الله، ربنا يكرمكم توصل لحد الساعه 5 هتاخدوا البطن هتعرفوا ان في امراض اسمهم انفلاماتوري بول ديزيز بيبقى فيهم انفلاميشن او التهاب واخد القولون كله واخد الكونسيشن كلها تمام؟ هتعرفوا اعراضه ايه بتشخص ازاي، لكن اللي بيهمني في الامراض دي ان الامراض دي بيبقى فيها نقص في امتصاص حاجات كتير قوي منها الفال ومنها فيتامين دي. ده كده بالنسبه للناس اللي هم اقل ريسك، الناس اللي عرضه اكثر ان يجيلهم نقص لفيتامين دي. فيتامين دي احنا بنحتاجه بكميات قليله من 400 ل 800 وحده في اليوم. 400 ده في الشيلدرن، 800 في الست البريجننت الست الحامل. بيحتاج طبعا فيتامين دي بتركيزات اعلى. فيتامين دي لو زاد لو حصل بقى العكس حصل هايبر فيتامينوزيس دي فيتامين دي هيزيد، يعني فيها ابزوربشن الكالسيوم كتير، يعني الكالسيوم هيزيد في الدم مش هيترصد بس بقى على قد ما يترصد في البول، ده هيروح يترصد في السوفت تيشوز في الانسجه السوفت الطريه اللي هي فيبدا يعمل ستونز بقى في كل حته في الجسم ويعمل ستونز في الكدني مش كده وبس، كمان ده هيروح يترصد في البلاد فيزلز
فممكن يعمل هايبرتنشن، يعمل تصلب في الشرايين، يساعد في موضوع التصلب فيزود الضغط ويعمل هايبرتنشن. خد اخر حاجه الفيتامين دي اللي هي علاقته بمجموعه من الامراض، خدها فوق الدكتور وكمان بعد. الكلام اللي قلناه ده كله ده كان الكلام المتعارف عليه. خلاص كتاب قديم بالنسبه لفيتامين دي. ده الكلام القديم بتاع فيتامين دي وعلاقته بالكالسيوم والفوسفورس وانه بيساعد في الانظمه بتاعته. في كلام كتير جديد بدا يظهر في السنين الاخيره، وحتى الان في على فكره رسائل بتتكلم على الكلام ده، رسائل من الدكتور والدكتوراه بتتكلم على الكلام ده. دور فيتامين دي في الانفكشن، في الاوتو اميون ديزيز، في الامراض المناعيه، في الكانسر، في الدايريز. بالنسبه لفيتامين دي في كلام اتقال ان هو بيقوي المناعه بتاعه الجسم وبيأثر على المناعه بتاعه الجسم. انواع وايت بلاد سيلز زي مونوسايت وزي ليمفوسايت انواع واحد. ليمفوسايت في منها دي وفي منها دي ليمفوسايت زي ما انتوا عارفين. لو ان فيتامين دي بيزود البروليفريشن بتاع خلايا الوايت بلاد سيلز، كرات الدم البيضاء نفسها، لو ان فيتامين دي بيروح على البون مارو وبيزود البروليفريشن بتاعها بيزود تصنيع الدي لمفوسايت. بس الدي لمفوسايت اللي هي مسؤوله بعد كده عن تصنيع الاجسام المضاده الانتي بوديز، لو ان فيتامين دي بيعمل لها تعديل، يعني على حسب حاله الجسم، محتاج هيعمل لها اكتيفيشن، مش محتاجها ممكن يعمل لها انهبيشن. وبناء عليها لما بداوا يدرسوا في الكلام ده بداوا يكتشفوا دوره في الاوتو اميون وفي الانفكشن. لو ان دوره في الانفكشن زي ما اتفقنا بانه بيقوي جهاز المناعه وبيساعد في البروليفريشن وانتاج خلايا الوايت بلاد سيلز يا عبد الرحمن، فهنا انه ممكن بيقلل من الريسك بتاع الاتش اي في، بيقلل انتشاره. الاتش اي في اللي هو الهيومن اميونو ديفيشنسي فايروس اللي هو الايدز. لو كمان انه بيساعد ان هو يقلل من حته التي بي اللي هو التيوبركلوزس اللي هو السل او الضرر. زي بقى انفلاميشن او التهاب شديد بيجي في اللنج، لدرجه ان الجرم ده لو اتساب اهمل ممكن يخلي يحول اللنج او الرئه لاكياس من الصديد. ده اللي هو التي بي او اللي بيقول عليه السل او الضرر. ممكن يقلل برضه من الانفكشن بتاع الانفلونزا. وده لان هو بيعمل موديليشن وبيعدل في الوايت بلاد سيلز. الاوتو اميون ديزيز دي برضه من الحاجات اللي بدأ يتكلموا جامد قوي فيها فيتامين دي، لان الاوتو اميون ديزيز الامراض المناعيه من الحاجات اللي سببها ما كانش معروف. ده مرض مناعي، يعني ايه مرض مناعي؟ يعني الجسم بدل ما بيكون الاجسام المضاده الانتي بوديز ضد الفيروسات والبكتيريا اللي بتهاجمه من بره، لا ده الجسم بيكون الانتي بوديز ضد نفسه. تهاجم البنكرياس تجيب للشخص مرض الديابيتس، تهاجم المفاصل وتعمل التهابات في المفاصل، تهاجم اي اورجن من الاورجنز بتاعه الجسم. فالاوتو اميون دي بصراحه كارثه طول المقاييس، يعني حتى الان سببها مش قادرين ان هم برضه يفسروا. من ضمن النظريات اللي اتحطت في الموضوع ده، لو ان في ناس بقى عندهم اوتو اميون ديزيز وبيكون في نقص عندهم في فيتامين دي، ورجعوا القصه دي لان هو بيشتغل على البي لينفوسايت اللي هي المسؤوله عن تصنيع الانتي بوديز. وبرضه في كلام كتير زي ما بقول لحضراتكم بيتكلم في الموضوع ده، وفي رسائل لسه بتتعمل فيه. وراح مديني امثله الاوتو اميون ديزيز او الامراض المناعيه زي روماتويد ارثرايتس اللي هو التهاب في المفاصل. طبعا روماتويد يعني التهاب، روماتيزم في المفاصل. بيبقى فيه الانتي بوديز او الاجسام المضاده بتروح تهاجم المفاصل وتعمل فيها انفلاميشن، وبص تلاقي المفاصل بتضرب وبيحصل لها ريبس والتهابات، والشخص ما بيقدرش ان انت حتى تضغط على المفاصل بتاعته، والسبب ما بيكونش معروف. مرض تاني اسمه السيستيميك لوبس. السيستيميك لوبس ده مرض بيكون فيه انتي بودز بتتكون في الجسم، بتاخدوه برضه بالتفصيل في البطن، بس الانتي بودز هنا بتضرب الجسم كله. ده مرض اكتر من الروماتويد ارثرايتس.
في مرض تاني اسمه مالتيبل سكليروسيس، ده برضه مرض الاوتو اميون ديزيز، بيتكون فيه انتي بوديز او اجسام مضاده بس بتهاجم الجسم. بتهاجم مين؟ بتهاجم النيرف. دي بتهاجم الاعصاب. الاجسام المضاده بتجري ناحيه كل اعصاب الجسم، بتبدا تضربها، بتبدا تعمل فيها سكليروسيس، يعني تصرف بتعمل فيها تلاعب. بص الاعصاب دي بتاثر على حسب المكان اللي بيتضرب، بتبدا تعمل اعراض على بعضها. كمان لو فيتامين دي ده دور في الجلوتامين، لو ان هو بيزود الافراز بتاع الانسولين والسنسبيتي بتاعه. والقصه بتاعتها لما برضه درسوا فيها لقوا ان هي من اللي بتحصل نتيجه ان شغله بيعتمد على الكالسيوم. طب ايه علاقه الكالسيوم بالانسولين سكريشن؟ هو خلايا البنكرياس قابل بيتا سيل، بيبقى جواها الانسولين محطوط في اكياس كده فيزيكس، هو الصراط مليان انسولين. ازاي خلايا البنكرياس بتطلع الانسولين بره؟ بيجي الكالسيوم ويروح ماسك في الفيزيكال زريف ويروح طالع فيها على السيرفس من بره، ويروح فتحها على السيرفس هنا كده ويخليها تطلع الانسولين اللي موجود جواها. يعني مين اللي خد الاكياس بتاعه الانسولين وخلاها ربشان وطلعت الانسولين اللي جواها؟ الكالسيوم. ومين اهم فيتامين بيشتغل على الكالسيوم؟ هو فيتامين دي. اما اخر حاجه فمضم برضه الكلام الجديد عنه، قالوا ان له انتي كانسر افكت مينلي كولو ريكتال بارتي. كولو اللي هو القولون، ريكتال اللي هو مستقيم ريكتال، فكولو ريكتال كارسينوما اللي هي غالبا اورام الجهاز الهضمي. وبرضه من النظريات اللي اتفصلت في الحته دي لقوا ان فيتامين دي، فضلت من المعلومه دي، بيقلل حاجه اسمها انجيوجينيسيس، دي معلومه حضراتكم. لقوا ان هو بيقلل تصنيع البلاد بيزلز بتاعت الورم. هو الورم بيكبر ليه؟ عشان البلاد بيزلز اللي عماله موجوده جواه بتنزل الورم ده، فالورم بيبدا يضعف ويبدا ان هو يكبر. فيتامين دي لو ان هو بيقلل البلاد بيزلز اللي هي موجوده جوه الورم نفسه، مفيش حاجه بتنزل الورم، فنسبه حدوث الورم بيحصل لها ايه؟ بتقل. زي ما انت حضرتك الكلام ده كله اللي هو فيتامين وديزيز، ده كله كلام جديد لسه في نيوبرز جديده، ولسه في كمان نظريات وسائل متاخره. انا خلصت.